والآن وقفة أخيرة مع أخبار الطقس والأحوال الجوية. عودة مرة ثالثة وأخيرة إلى محمد عبد الله. إليك محمد. شكرا إلهام وشكرا دينا. إلى أحوال الطقس وأبرز درجات الحرارة المتوقعة غدا إن شاء الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس غدا الأحد نهارا حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرية والساحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية العظمى والصغرى. القاهرة 35-23، الإسكندرية 31-21، مطروح 29-19، بورسعيد 29-21، والإسماعيلية 35-22، وإلى السويس 34-21، العريش 30-18، طابة 32-20، شرم الشيخ 33-23، الغردقة 33-23، وإلى الأقصر 38-23، أسوان 38-24، الوادي الجديد 39-22، شلاتين 33-23، وحلايب 31-24. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.